مساء الخير طلاب صف الثاني أساسي، سنكمل سويا الجزء الثاني من درس القراءة التعريف بالذات. هيا بنا نفتح كتاب القراءة على الصفحة 34 ونتابع معا. العنوان التعريف بالذات. تابع معي عزيزي الطالب قراءة هذه الفكرة. أفراد أسرتي هم أبي وأمي وأختي الكبرى إيمان وأختي الصغرى عبير، ثم أنا سليم، وأخيرا أخي الصغير سالم، وهو أصغر عضو بين أعضاء الأسرة. بعد قراءة هذه الفكرة عدد معي أفراد أسرتي سليم. أفراد أسرتي سليم هم الأب والأم والأخت الكبرى إيمان والأخت الصغرى عبير والأخ الصغير سالم. بعد أن تعرفنا على أسرة سليم، سنبحث في هذه الفكرة عن المعاني والأضداد والأسئلة التابعة لها. ما معنى أسرتي؟ عائلتي الصغيرة. ما معنى أسرتي؟ عائلتي الصغيرة. ما معنى هو أصغر عضو؟ هو أصغر فرد. ما معنى هو أصغر عضو؟ هو أصغر فرد. ما ضد أختي الكبرى؟ أختي الصغرى. ما ضد أختي الكبرى؟ أختي الصغرى. السؤال حول هذه الفكرة: من هو أصغر عضو في أسرتي سليم؟ عند الإجابة نقوم بحذف أداة الاستفهام من وعلامة الاستفهام، والجواب يكون على النحو التالي: أصغر عضو في أسرة سليم هو سالم. إلى اللقاء في حصة قادمة.